خطابنا وحديثنا هو دائما كالتالي هذا نظام فاسد ومفسد لا يمكن إصلاحه ولا يمكن هو أن يقوم بالإصلاح ولا يستطيع أن يقوم بالإصلاح ولو أراد إن الذين جاءوا بالدبابات إن الذين قتلوا بأيديهم إن الذين ذبحوا بأيديهم إن الذين نهبوا المليارات سواء كان من هذا الجناح أو من ذاك الجناح لا يستطيعون أن يبنوا دولة مثل الجزائر لا يمكنهم إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن فاقد الشيء لا يعطيه وأحيانا لا يفهمه أيضا ولذلك نحن نقول بدون شرعيه شعبيه حقيقيه سنعترض على اي واحد ياتون به اذا جاءوا به ولم ياتي به الشعب في انتخابات حره ونزيهه وشفافه كما هو معلوم عالميا لن نعترف باي كان وسنواجهه دائما مهما كان نحن لا نعارض لانهم اشخاص نحن نعارض كيف يصنعون الحكم ونعارض كيف يحكمون، اما من يحكم فليس هو هذا المهم بالنسبه الينا، المهم بالنسبه لنا هي مبادئ وقواعد وقيم نقف عندها ونقاوم من اجلها ونجاهد من اجلها ونقاتل من اجلها أه سلميا باذن الله، نحن طبعا لا نعترف بالعمل المسلح لاننا نعتقد انه يؤدي لك كوارث اكبر من ذلك دائما نذكر بهذا، ولكي تكون كذلك لابد ان تكون هناك مجموعه من الشروط ذكرناها عده مرات وهو الالتزام بدوله القانون الشرعيه الشعبيه الامه صاحبه السلطه هي التي تمنحها هي التي تراقب الحاكم وهي التي تعزله ان 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 آه خرج عن الاطار المتفق عليه والاطار المتفق عليه يضمنه الدستور هذا موجود عند الغرب كما هو موجود عند المسلمين اليوم وغدا هذه هي الحقيقه وهذا هو الذي ندافع عنه وهذه هي القيم التي من اجلها آه سنستمر باذن الله ولذلك احيانا يسالوننا وماذا لو جاءوا بفلان لا يهمنا أن يأتوا بفلان أو علان ما يهمنا كيف يأتي وهل بالإرادة الشعبية أم لا وكيف يحكم فيما بعد هذا ولهمنا قل لي من يأتي بك إلى الحكم أقول لك من تكون إذا أتى بك الشعب السيد الحر ستكون خادم لهذا الشعب أما إذا أتى بك الغرب أو أتى بك الشرق أو أتى بك الجنرالات فستكون خادم لهؤلاء ونحن سنرفض ذلك في المطلق وسنبقى دائما على مبدأ السلطة للشعب هو التي يمنحها وهو التي يمنعها واهم من كل ذلك ان ياتي من يخدم هذه البلاد التي دمرها هؤلاء المجرمون